دوق ويليام الأول، حيث تقدر ثروة هذا الأخير بأنها تتراوح ما بين 209 و 229 مليار دولار. ويعتبر ويليام الفاتح هو أول ملك لإنجلترا بعدما قام بغزوها بأسطول كبير جدا، وبالتالي فإنه أول من حكم إنجلترا من بيت نورماندي. كان ذلك سنة 1066 ميلاديا، ولقد كان لويليام الأول بصمة وتأثير كبير على البلاد، فهو من أسس المملكة الإنجليزية المتحدة، وهو الذي كون الجيش والأسطول، وكان له دور كبير في العمارة آنذاك.